بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا رب العالمين. ربنا اجعلنا من خير الجاهلين أيامنا ومن خير الشاكرين للخيرات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم اجعلنا ممن يتقونك حق التقوى ويحبونك ويحبونك حبا متقبا امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا ديان الله على المعتدين الاحسان. لا نحن طوارئ ولا ايدي مختار، هذا المسجد الجامع ذكرت لكم في الابتداء هذا المسجد ضيع وإذا كان غالب على التصور، وقد كان لي سبأ وعثمان العلوم السبأ كان معروف وقت سليمان عليه السلام من الأفضل ومن بعد معروف الخيرات اللي منطوح بها سفيان تلك الجيار الجنود الشمس ذلك عهد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية تعيس الغم والميبوس الأيادية، كان باعتبارات وفي دروس صيف يعني مش تبني منه البرصة دي بتاع سهم الأيادية تخد ولا تلا عليه. فقد كان لسبأ في نهاية على سبنا ويدعو يصلي على الموتى لا وموت اثنين مثلنا الله ما تعرف أنهم اللي قلب قلاب والطعام طعام في شرف الناس واللي ناقل الأخبار الرفاس ده بس يفسد العلاقة البيضة اللي جاب بين الناس وين النظر صغير فيا عيون كانت تستدنا وكانت تفضي علينا حياتنا هي حياتنا لا هادية بلاش من نوال ولا نطمع فيما أقول أي الناس ممكن قالوا رئيس قالوا رئيس وزراء قالوا سكون ولا قالوا النائب تلاقي فيني تلاقي مولا في مجلس الدروس قالوا مجلس النواب لأنه الناس واقفين تلاقي خليك بس والحمد لله أنا في الدنيا ما تحسن الدروس وأنا الحمد لله كنت مقدما كبيرا في السن في عمري الأكاديمية العسكرية مع تحصيل حضرة كبيرة نبت لك في حوار من أول ما أوقف حجرا وكان معدوم فيها عنده دوام وأكثر من الدوام وهذا الحال اللي خلى بعض تونس شعر العجب والجهاد من الخيبات والآلام الكبيرة والعين. وقد كان لسبأ في مساكنهم آية أصلية لفصل موصل هذا الآية دي نسيني دي جنة ثانية واحدة من اسمها يعني محرومة فيها الكروش كان وين في عمره بيري 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 وقال استقروا ضيوا وقاروا طبيعة السيد الأمم وإن القربة كان حكمه ويأخذ طلاو في مياه وفي حيوانات وعلى المجال كانوا يستقروا وإن لا يعرفوا قبل التعامل مع الطبيعة واستغلال الخيرات كانوا على المجال قالوا ما يعرفوا تعالوا ما الفرصة دي بتخص فخصوا عاد خلوني في يفروا ويفروا ويشدوا إلى الله ويحبوا أكثر يا لخشوا نهار واحد من البعض تلك الخيرات كانوا على العكس عافع أنا قارب بجنة تاني عن يمين وشمال كل من رزق ربي تغور بدي من الناس الله ما رزق صور ما تعرفوش في البلاد بعدين جنة تاني على الحبابية بتاع حبيبك لا قلب الوالد او مبسط عن يمين وشمال تريد وسيط فالفواد ولك مراد افضل ورفات كل وسيط القائمة تمكن في ابصاركم على يمين وشمال تمكن في الثمار تمكن الفراشات تمكن السيارة على قلب الرزقة شوفوا تخيل يعني التوبة اغلب الناس فيه تغيير وكذا الكلام موجود لكن هناك التغيير هذا سيرا ونعم الرحمن الرحيم القدير سيرا لا تحقق مين جاء الحق تحقق
C'est d'ailleurs pour ça que là, on a même fait le musée de l'école. J'ai l'impression que d'accord, entre les deux. En tout cas, là, il y a un idée, même le livre de l'exercice de mémoire, il me garde plus de l'idée. Moi, je vois un œuvre dans un livre. C'est un film de l'humour, c'est là où on est venu dessus. C'est ma peau de l'avoir chez lui. Il y a un là, là, je le joue, là, c'est ce que je vois. Puis, mais humaine, même pour mon père, c'est même. Voilà, de la vie, là, 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 là,